اتكلمنا عن مباراه الاتحاد المنستيري، وعشان نحطكم في الحدث ودائما وابدا بنحطكم في الحدث فبنجيب لكم تصريحات واراء الجانب الاخر وهو الاعلام التونسي تعامل ازاي مع مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري، تحديدا بعد مباراه او بعد تخطي الاتحاد المنستيري الجيش الرواندي بنتيجه 3-0، وكانت مباراه الذهاب انتهت 1-0. كان لهم تعليقات بالتاكيد، وكان مباراه وموجهه النادي الاهلي هي الحدث، لان بالفعل النادي الاهلي هو صانع الحدث. فنطلع نشوف اول فيديو معانا من استوديو تحليلي لمباراه الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي ونرجع نعقب. الاهلي المصري عمليق افريقيا الاول بطبيعه، لكن وضعيته سبيسيال شويه في البريود هذه، خسر الكاس، خسر البطوله، مدرب جديد. اسكو هذا ينجم يعاون الاتحاد المنستيري نسيركم زوز معناها باش يواجه الاهلي المصري؟ بصراحه الاهلي المصري يقعد الاهلي المصري، الاهلي المصري فريق كبير، وخاصه عنده شخصيه كبيره في افريقيا، وشفناه في فترات ممكن ما كانش حد يتوقع انه الاهلي المصري ينجم يهز القاب. دونك الاهلي المصري ديما يكون موجود، الاهلي المصري ديما يلعب دور المجموعات في في, في السنين الاخرانيه هذه الكل. صحيح تقول انت كمل تروازيام في الشامبيونات في الكلاسمون تاع الشامبيونات، وهذا عنده سنين ممكن ما مرش به، اما ديما الاهلي المصري قد الاهلي المصري. انا متاكد ان الاهلي المصري اليوم بانتداباد مدرب جديد باش يحضر مقابله، باش تكون مش مقابله سهله على زوج فرق. اكيد الاتحاد الرياضي المنستيري الحاجه الباهيه اللي قاعد نشوفها انه قاعد يكسب في الخبره، دونك نشوف الموسم الفارط الموسم هذا كيف كيف، دونك من مقابله لمقابله قاعد يكسب في ثقه اكبر. مقابله كل مقابله حقيقتها، دونك اليوم نحكيو على الاهلي المصري مقابله ذهاب في المستير، عكس مثلا اللي نشوفوه اليوم انك انت تلعب العوده في المستير. دونك لهنا فما برشا حسابات زاد الاطار الفني، كيفاش باش تكون استراتيجيه الجو نتاعو هو وانت تلعب في بلادك، خاطر نعرفوا المقابلات خاصه في شمال افريقيا كي نلعبوا كونتر الفرق نتاع المصريه ديما ماكش باش تلقى لكار كبير برشا، كسوا بالذهاب ولا بالعوده. دونك لهنا فما استراتيجيه كامله انك انت كيفاش تلعب مقابله الذهاب، وباش تلعب انت تيفاني نيغوسي، دونك تيفاني نيغوسي الكاليفيكاسيون في مقابله العوده اللي هي باش تكون في مصر. تستشعر ان في تفاؤل بحذر، هنوضح بعض الكلمات، ولكن لازم نقول لكم ان ده طبعا كان الاستوديو التحليلي، كان الضيف الكابتن فخر الدين بن قلبي، يعني ده الاسم بس ده بن قلبي بجد، يعني زودت بندي، ما هم في في في, في العرب بيقولوا كده، هو فخر الدين قلبي فهو بن قلبي يعني. فالكابتن فخر الدين بيتكلم تفاؤل بحذر، لكن حابب اوضح نقطه، لان هم بيتكلموا على اساس ان النادي الاهلي عنده بعض المشكلات الفنيه في تغيير المدير الفني، عنده غياب بطوله الدوري المحلي موسمين، بيتكلموا ان المقابله هتختلف اتحاد المنستيري الذهاب عن العوده، هم كانوا بيلعبوا الجيش الرواندي في العوده، فبالتالي مباراه الذهاب هتكون في تونس مع النادي الاهلي، ودي مقابله عظيمه، وان الدربيات الشمال افريقيا بتكون فيها قوه، ولكن حاولوا ان هم يقللوا، مش يقللوا، ان هم يتكلموا عن ان النادي الاهلي خسر بطولتين دوري محلي. حابب اوضح لهم ان في بطوله دوري محلي الاهلي خسرها، وفي نفس السنه كان هو بطل دوري ابطال افريقيا، ريال مدريد في اوروبا كان بيحقق بطوله دوري ابطال اوروبا وهو ثالث الليجا، فبالتاكيد القصه مختلفه تماما، اكيد خبرات النادي الاهلي افضل. هنا لازم نقول احنا كمان بنتفائل بحذر، لان فعلا المواجهه قويه امام فريق وصيف الترجي في الدوري الموسم الماضي، عنده مدير فني عارف الاهلي جيدا، وكان هو مدير الفني لفريق وفاق سطيف اللي قابلنا في الدور نصف النهائي البطولة الماضية، ودخل هن الجهاز الفني واللاعبين، بالتأكيد عنده مواجهة مع النادي الأهلي، فعارف كويس قوي النادي الأهلي. لكن المهم اللي يصل للجانب التونسي إن خبرات النادي الأهلي أكيد كبيرة، طبعا هنحترم فريق الاتحاد المنستيري، ولكن الفريق اللي قابلتوه في البطولة الماضية أو اللي لعب البطولة الماضية أو اللي خسر البطولة الماضية معاه مدير فني مختلف، معاه لاعبين مختلفين، معاه صفقات جديدة، فممكن بشكل كبير جدا تتفاجئوا بمستوى يليق بالنادي الاهلي كبير قاره افريقيا، لكن عجبنا ان في تفاؤل وده شيء مطلوب جدا. كمان عندنا تصريحات التونسي صالح مزالي وهو بيتحدث عن مواجهه الاتحاد المنستيري اللي هي الشغل الشاغل في تونس حاليا، لان النادي الاهلي والاتحاد المنستيري مواجهه ما تكررتش كتير، ويمكن هي مواجهة بالنسبة للإخوة في تونس قصاد النادي الأهلي بكل إمكانياته وقوته، أكيد بيحاولوا فيها يكون عندهم معنويات إيجابية. نطلع ونشوف اتقال ايه ونرجع نعقب. ما انت لعب مباراة كبيرة في الدار البيضاء، ولعب مباراة كبيرة في ملعب مصطفى بن جنات،
وقدم الحقيقه مردود كبير، وكان قاب قوسين او ادنى الاتحاد هو اللي باش يترشح معناتها لدوري المجموعات، لكن ضربات الحظ هي اللي كانت سوء الطالع في الوقت هذاك وترشح الرجاء البيضاوي. اليوم الاتحاد المنصيري يلزمه معناتها يمشي مباراه مباراه، اليوم حقق المهم في المباراه هذيا معناتها ترشح، سجل اهداف، حافظ على عذار شباكه. صحيح الاتحاد المسيري ما دخلش معناتها للبطوله الوطنيه، وان شاء الله لي 30 معناتها باش يدخل على مستوى البطوله باش يلعب اوموا معناتها فما ثلاث اربع مباريات قبل مباراه الاهلي المصري باش تساعده معناتها باش يصير الاوتوماتيزم، سيرتو فما لاعبين جدد فما جديده باش يصيروا ملاعبيه معناتها الاوتوماتيزم بالملاعبيه جدد باش يحضر على المستوى البدني معناتها باش يوصل نتصور مباراه الاهلي المصري لجورجي باش يوصل على المستوى البدني 100% كيف كيف تصير اللحمه بين اللاعبين الجدد يحضر مباراته كما يلزم. الاهلي المصري صحيح فريق عملاق وفريق كبير، لكن اليوم الاهلي المصري الحقيقه في مرحله انتقاليه، فما عديد اللاعبين اللي تقدموا في السن وما عادش ينجموا يعطيوا اضافه، فما انتدابات وشفنا فما تخبط في الاهلي المصري من خلال انتداب المدرب البرتغالي ومن بعد يقع الاستغناء عليه ويجيبوا مدرب اخر. خلينا نستغلوا الشيء هذا بطبيعه الحال لازمك تستغل، لكن ديما عنده خبره كبيره على المستوى الافريقي، عنده مسؤولين كبار. دونك الاتحاد المنصيري ديجا يلعب اليس، قاعد ينتصر، قاعد يقدم في مردود كبير. يعني هتلاقوا الكلام السائد يمكن الاخوه كلهم في تونس في الاستوديوهات التحليليه، حتى قيس مخلوف المدرب المساعد للاتحاد المنستيري اللي كان موجود لاوقات طويله جدا برضه اتكلم بنفس الاسلوب، ويمكن سخر شويه، يمكن كان كمان حده الكلام مختلفه وسخر شويه من فكره الدوري المصري، كان مع الزميل محمد شبانه اللي قال له موافقا للكلام ده ايضا نفس الكلام ونفس الطريقه، ولكن قال له بس يا جماعه لازم تلاحظوا ان النادي الاهلي لما بينفجر فما تتعشموش قوي في فكره ان هو النادي الاهلي فيه اوضاع او بعض التغييرات في المدربين او كده. كان الرد مفاجئ بالنسبه لي، لان قال له ينفجر وهو خسران بطولتين اخر دوري بشكل فيه سخريه. انا للامانه مش فاهم الربط، يعني على فكره يا جماعه احنا لو هنتكلم عن اخر دورين خسرانينهم، احنا لاعبين 2 نهائي افريقيا خلالهم، خدنا بطوله وتالت عالم للانديه، واللقب الثاني خسرناه في النهائي عشان اقيم في المغرب، ولو باي ظروف عادله كان النادي الاهلي بطل. فانا للامانه مش فاهم المعيار، يعني سوبر افريقي في نفس الدوريين، ومش فاهم المعيار يا اسامه، ايه الربط ما بين ان الاهلي خسر دوريين؟ انت هتلاعب الاهلي في افريقيا، وفي افريقيا اللي انت هتلاعبه فيها هو بيخسر الدوريين، خد بطوله وخسر بطوله وخسر بطوله في النهائي، مش طالع مثلا من دور تمهيدي ولا دور مجموعات، فاكيد النادي الاهلي لا في مستواه، فالربط وكمان مش فاهمه. وكمان فكره خساره الدوري والسخريه منها لنادي عنده 42 بطوله دوري في بلده، اكتر من او حوالي كل الفرق مجتمع واخده نصف عدد القابه واقل كمان. طيب انا مش فاهم برضو مجال السخريه. على الجانب الاخر الاتحاد المنستيري بنحترمه اكيد كفريق طامح يكون له مشاركات مع فرق زي النادي الاهلي ويكون له ادوار متقدمه في افريقيا، هو يا جماعه لم يحقق في تاريخه بطوله الدوري، فلو انتوا شايفين ان ده معيار يخلينا احنا نقلق، فلو احنا هناخد بنفس المعيار ده لا يبقى القصه بعيد. ولكن بالعكس احنا بنحب التصريحات دي لان هي بتثير في لعيبه النادي الاهلي التحدي. وانا على فكره ما اخافش من اي منافس في افريقيا، انا اخاف من حاجه واحده بس، ان الاهلي يكون عنده ثقه زايده. فالتصريحات دي بنشكركم عليها وهناخدها من جانب ان هي تحفيزيه. لا عايز اقول لك بس بما انك بتسال المعيار، هو وارد جدا ان هم عاوزين يكتسبوا ثقه، وانا ده اللي انا ملاحظه، لان فعلا كل الفيديوهات او كل الاستوديو التحليلي احنا طبعا اختصرنا للوقت يعني فجبنا لكم فيديوهين فقط لغير، لكن كان كل الحديث عن النقطه دي وخساره النادي الاهلي الدوري انا بشوفها هي محاوله اكتساب ثقه. هم عارفين يا فارس ان هم داخلين يلعبوا بطل افريقيا 10 بطولات قاريه طبعاً. اخر 3 بطولات هو موجود في النهائي محقق بطولتين، فبالتاكيد قناعاتي الشخصيه ان ده محاوله لاكتساب الثقه امام النادي الاهلي. وانا اتمنى كولر يكون واصل له التصريحات دي، واصل له ان هو فريق رغم ان كولر هيبص هيلاقي مالوش ادوار متقدمه كتير ومالوش سي في قوي في افريقيا على مستوى البطولات، بس يفهم ان الفريق ده سهل جدا لو انت ما ركزتش في مباراته يحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله نتمنى ده ما يحصلش. قبل ما نخرج فاصل بس عايزين نقول ان التصميم اللي اهداه لنا جمهور النادي الاهلي، يمكن احنا بنشكر الناس اللي عملت لنا التصميم ده بمناسبه الحلقه المية، وكان في تصميم موجود بمناسبه ال100 حلقه وهم حبوا يشاركونا اللحظه دي، واكيد بنشكرهم على مشاعرهم، وان شاء الله تصميم الحلقه ال200 وال1000 ومكملين معاكم، وهيفضل شعارنا الاهلي خط احمر. نشوفكم بعد كده.